بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. هنكمل ان شاء الله مع بعض دورة تأسيس الرياضيات، والنهارده ان شاء الله هناخد المحاضرة الثامنة من الجزء الثاني، جزء المرحلة الإعدادية او المرحلة المتوسطة. معاكم ناصر سالم من أكاديمية قلم للتعليم والتدريب. النهارده يعني محاضرة في منتهى الأهمية، هناخد شوية مهارات مهمة جدا جدا، ممكن بعض المهارات ما تبقاش مقررة على المرحلة الإعدادية وبنستكملها في المرحلة الثانوية بشكل أكبر، ولكن النهارده إن شاء الله هناخد بدء مهارة رسم بعض الدوال، إزاي بقى أبدأ أتعامل مع محور التماثل، وإزاي أرسم الدالة وطرق رسم الدالة بشكل إيه؟ بشكل مختصر وبسيط، لأن إحنا هنتناول الأمر ده في المرحلة الثانوية بشكل مفصل. الموضوع الثاني وهو حل متباينات الدرجة الأولى، والموضوع الثالث وهو الجذور التربيعية والتكعيبية وبعض القوانين على الجذور التربيعية والتكعيبية. خلينا نبدأ كده على بركة الله. النقطة الأولى، مهارة رسم بعض الدوال. دايما يعني أنا بحتاجها في مادة الرياضيات، بحتاجها في مادة الفيزياء، في بعض الأجزاء من مادة الكيمياء، إن بيبقى عندي محور التماثل وحاول أقرأ هذا المحور وأفسر بعض العناصر الموجودة على محور التماثل. فأنا أخذ بعض الدوال النهاردة، أنا أخذ دالتين فقط. الدالة الأولى بنسميها الدالة الثابتة، والدالة الثانية بنسميها دالة الدرجة الأولى في متغير واحد. اللي احنا أخدنا معادلة أو حل معادلة الدرجة الأولى في متغير واحد، احنا نعتبرها دالة ونبدأ نرسم هذه الدالة. الدالة الثابتة بتكتب على الشكل دال سين تساوي ألف، حيث الألف ده حيث الألف بينتمي إلى الأعداد الحقيقية. دال سين يعني بيشير إلى محور الصادات. دال سين بيشير دائما إلى محور الصادات. لما أجي أقول لك مثلا إن دال سين تساوي ألف سين زائد ب مثلا على سبيل المثال اللي هي دالة الدرجة الأولى، يبقى دال سين دي تشير إلى محور الصادات، يعني ممكن أشيل دال سين ويكتب لي صاد، يبقى صاد تساوي صاد تساوي ألف سين زائد ب. دي بنسميها دالة بين متغيرين. المتغير الأول بسميه المتغير المستقل سين، والصاد بسميه المتغير التابع. يبقى السين اللي أنا بعوض عنه، بمعنى إيه؟ بمعنى لو حطيت السين بصفر يبقى الصاد هتبقى بباء، لو حطيت السين بواحد يبقى الصاد هتبقى بألف زائد الباء، لو حطيت باتنين يبقى وهكذا. يبقى ده متغير تابع ليه؟ لأن قيمته متوقفة على قيمة السين، فلذلك بنسميه المتغير التابع. السين هو اللي بعوض بيه، فلذلك بسميه المتغير المستقل. خلينا نرجع للدالة الثابتة. يبقى الدال سين ممكن أكتبها بالصورة دي، صاد تساوي ألف. يعني ايه صاد تساوي ألف؟ ما ذكر ليش السين، يبقى السين بصفر، يبقى النقطة بتاعتي ايه؟ صفر وألف، يبقى الزوج المرتب اللي يمثل هذه النقطة صفر وألف. طالما ما ذكرش السين يبقى السين بصفر. ببدأ بصفر بالمناسبة، مش قيمتها صفر، لا ببدأ الدالة أو القيمة للمتغير بصفر. خلينا نرسم النقطة دي. يبقى ده عندي محور التماثل الأول. الألف فين؟ الألف دي ممكن تبقى 2 3 سالب 1 سالب 5 وهكذا. فإذا كانت الألف أكبر من الصفر، يعني قلنا مثلا 2 يبقى 0 و2، يبقى رسمة الألف فين؟ في المحور الأعلى، الجزء الموجب من محور السينات. ده محور السينات، ودي محور الايه؟ محور الصادات. يبقى ده محور السينات الموجب، ده محور السينات السالب، ودي محور الصادات السالب. ناخد الاثنين، يبقى السين بصفر، ادي السين بصفر، الصاد باتنين، ادي الصاد باتنين، اروح حاطط الاثنين هنا كده. هل هي النقطة بس؟ لا، السين طالما مش موجودة بتعوض عنها بأي قيمة. أنا ببدأ بالصفر فقط عشان أرسم بالمناسبة. يبقى أنا بحط السين الأول بصفر، لأن الصفر ده خطير جدا. دايما لما تحب ترسم أي حاجة حط السين بصفر على طول. يبقى حطيت السين بصفر، يبقى دي الاتنين هي. طيب السين بتاخد صفر بس؟ لا، بتاخد أي حاجة، تاخد الواحد
لو حطيت السين بواحد يبقى الصاد باتنين، الصاد السين بتلاتة الصاد باتنين، السين باربعة الصاد باتنين، السين بسالب وهكذا. هيمثل لي ايه ده؟ هيمثل لي خط مستقيم يوازي محور السينات ويقطع محور الصادات عند النقطة اتنين أو عند النقطة ألف. يبقى يمثل ايه؟ يمثل خط مستقيم، مهم قوي ده، يوازي محور السينات ويقطع محور الصادات عند ايه؟ عند النقطة اتنين، الصاد بس يقطع عند النقطة اتنين. معايا النقط، معايا الحكاية دي؟ طيب لو انا قلت لك ان الصاد تساوي سالب تلاتة، مثلها ازاي؟ اهيت ادي بحط السين بصفر، السين مش موجودة، ابدأها بصفر على طول. يبقى ادي صفر، السالب تلاتة فين؟ السالب تلاتة هنا، ادي سالب تلاتة. السين بتاخد اي قيمة، يبقى عبارة عن خط مستقيم يوازي محور السينات ويقطع محور الصادات عند النقطة سالب تلاتة. طيب لو انا قلت لك السين هي اللي بتساوي تلاتة، يبقى انا بحط الصاد بصفر، ابدأ الصاد بصفر، يبقى تلاتة النقطة اللي عندي تلاتة وصفر، امثلها ازاي؟ اهي النقطة تلاتة، يبقى انا على محور السينات باخد النقطة تلاتة. طيب الصاد بتاخد صفر، ادي الصاد بصفر. طب بتاخد اي قيمة تانية؟ يعني لو انا حطيت الصاد بواحد السين هتبقى بصفر، بتلاتة، الصاد باتنين، ويبقى ده يمثل ايه؟ يا ولد يا ولد، يمثل، لو انت نسيت اعملها بالشكل ده، ساعات بنسى هل هو المحور او الخط المستقيم يوازي محور السينات ولا يوازي محور الصادات، اعملها بالشكل ده بحيث ان انت تنسى عملية اللخبطة دي. يبقى ده عبارة عن ايه؟ المعادلة دي عبارة عن ايه؟ خط مستقيم يوازي محور الصادات، لانه سين يبقى يوازي محور الصادات ويقطع محور السينات عند النقطة تلاتة. واضحة النقطة؟ مهمة جدا 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 الموضوعات دي، لو مش فاهمها عيد الفيديو مرة واتنين لحد ما تثبت في دماغك، دي خطيرة جدا وبتضيع درجات ضخمة في مسائل وتريكات بتبقى بسيطة على انك تعرف يعني ايه النقطة دي. خلاص كده؟ لو انا رسمت محور التماثل، يعني خلينا نرسم محور التماثل، ادي السين ادي الصاد وادي السين، ده السين موجب وادي السين سالب وادي الصاد موجب وادي الصاد سالب، ادي الصاد موجب وادي الصاد سالب. طيب الصاد ده يمثل ايه؟ لو انا حابب قال لي اكتب لي معادلة محور التماثل الصاد ده، ده بيوازي ايه؟ ما هو بيوازي محور الصادات، يبقى سين يساوي كام؟ السين هنا قيمتها كام على السين؟ تساوي صفر. يبقى محور التماثل صاد معادلته هتبقى سين تساوي صفر. طيب محور التماثل سين كله، سين كله، يبقى انا هكتب صاد، يبقى السين يعني معناته صاد، صاد هتساوي الصاد قيمتها كام؟ قيمتها صفر، يبقى الصاد قيمتها صفر، الصاد قيمتها صفر، يبقى محور التماثل سين معادلته صاد تساوي صفر، ومحور التماثل صاد معادلة سين تساوي الصفر. واضحة الدالة الثابتة كده؟ يبقى الدالة الثابتة عبارة عن خط مستقيم، لو كانت الدالة الثابتة صاد تساوي خمسة مثلا، يبقى ده خط مستقيم يوازي محور السينات ويقطع محور الصادات عند النقطة خمسة، لو كان المعادلة سين تساوي سالب ثلاثة، يبقى خط مستقيم يوازي محور الصادات ويقطع محور السينات عند سالب سين تساوي سالب تلاتة. دي الدالة الثابتة وبعض مهارات رسم الدالة الايه؟ الدالة الثابتة. خلاص؟ طيب لو قال لي نقطة هنا كده، النقطة دي تمثل ايه؟ هنا دي صاد لها قيمة والسين بصفر، يبقى انا ببدأ بسين، يبقى صفر ومثلا تلاتة، يبقى صفر وتلاتة. طيب النقطة دي مثلا هنا سالب تلاتة، يبقى النقطة دي صفر وسالب تلاتة اللي هي الصادات. طيب النقطة دي مثلا وليكن سالب أربعة، يبقى النقطة دي ببدأ بالسينات، يبقى سالب أربعة والصادات بصفر. يبقى برضو من النقط المهمة جدا، أي نقطة تقع على محور السينات يبقى الصاد فيها بصفر، اي نقطة تقع على محور الصادات يبقى السين فيها بصفر. يبقى اي معادلة يقول لك المعادلة دي بتقطع محور السينات في النقطة كذا، يبقى الصاد احطها بصفر عند النقطة دي.
معايا عند هذه النقطة. يبقى أنا بضع الصاد بصفر وبعوض عن الصاد، السين بصفر وبعوض عن الصاد بالنقطة التالية. يبقى دي الدالة الثابتة. الدالة الثانية بنسميها دالة الدرجة الأولى، بتكتب على الصورة إيه؟ صاد تساوي ألف سين زائد الباء. دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن خط مستقيم، عبارة عن خط مستقيم، بنسميها دالة الدرجة الأولى. الدرجة الأولى عشان الأس بتاع الصفر أكبر أس بيساوي الواحد، في متغير واحد اللي هو الإيه؟ اللي هو السين. الصاد مش متغير، الصاد هي قيمة الدالة. ناخد مثال عليه عشان إزاي خطوات رسم هذه الدالة. أقول لك خطوات يعني تنفذها تيبيكال، زي اول ما تجي لك ايه، اول ما تجي لك داله الدرجه الاولى. ناخد مثلا ص تساوي 2 س زائد 3، عايز ارسمها ديت او خليها 4. عشان بس ما يديناش ايه، ما يديناش قيم كسريه، 4 على سبيل المثال. انا بقسم الحل عشان ارسم الداله دي لخطوتين. اول خطوه ان انا بضع الس تساوي 0 واجيب قيمه الص، والنقطة الثانية ان انا اضع الصاد تساوي صفر واجيب قيمة السين، بس وخلصنا. يبقى لما احط السين بتساوي صفر، الصاد هتساوي ايه؟ الصاد هتساوي 6. يبقى النقطة بتاعتي عبارة عن ايه؟ ببدأ بالسين، يبقى 0 و6. ممتاز جدا جدا. طيب النقطة الثانية بأضع الصاد تساوي صفر، يبقى لما اضع الصاد تساوي صفر يعني صفر هيساوي 2 سين زائد الاربعة. الأربعة تطلع بره، يبقى 2 سين تساوي سالب 4، يعني السين بقسم على الاتنين يبقى يدينا سالب 2. يبقى النقطة عبارة عن ايه؟ سالب 2 وصفر. يبقى ديت نقطة اللي لما حطيت السين بصفر يبقى نقطة التقاطع مع محور الصادات. لما حطيت الصاد بصفر يبقى نقطة التقاطع مع محور السينات. ارسم بقى تلاقي الرسم بقى سهل عندي خالص. ادي النقطة الأولانية صفر، السين بصفر وستة، هنعتبر الستة يعني. يبقى دي النقطة صفر وستة. النقطة الثانية سالب اتنين، ادي سالب اتنين، اي سالب اتنين وصفر. اوصل بيناتهم يبقى ده الخط المستقيم، يبقى اوصل بيناتهم بخط مستقيم، يبقى ده الخط المستقيم لهذه الدالة. قدرت ارسم الخط المستقيم لهذه الدالة. يبقى الخطوتين دول انا مش هنتكلم طبعا، في كلام كتير جدا اللي هو ميل الخط المستقيم والحاجات دي، ان شاء الله في الجزء الثالث هنتكلم ده في النقاط دي باستفاضه كبيره جدا. ولكن اللي يهمني هنا ازاي ترسم الداله الثابته، وازاي ترسم داله الدرجه الاولى بسهوله جدا. ازاي ترسم داله الدرجه؟ يبقى انا في رسم الداله الدرجه الاولى مهم قوي، بحط السين بصفر واجيب قيمه الصاد، يبقى نقطه التقاطع مع محور الصادات. احط الصاد بصفر واجيب قيمه السين، يبقى دي نقطه التقاطع مع محور السينات. حط لقيت نقطتين اوصل بينهم بالمسطره بخط مستقيم، يبقى هو ده ايه؟ محور التماثل لهذه الداله. واضحه النقطه دي؟ طيب النقطة الثانية وهي حل متباينات الدرجة الأولى. يعني إيه متباينة؟ كنا بنقول المعادلة عبارة عن إيه؟ عبارة عن طرف أيمن وطرف أيسر وبينهما علامة المساواة يساوي. لو أنا استبدلت علامة المساواة بأكبر من أو أصغر من أو أكبر من أو يساوي أو أصغر من أو يساوي، دي بس هتصبح متباينة، أو بسميها بعد ذلك إنها متباينة. على الشكل مثلا ما أجي أقول لك سين زائد 3 أكبر مثلا من 5، يبقى دي متباينة. متباينة ليه؟ لأن يوجد علامة الأكبر، يوجد علامة الأكبر. لما بحل المتباينة جبريا، لأن ممكن أحل المتباينة بيانيا زي ما تاخد في المرحلة الثانوية، الحل الجبري بعمل إيه؟ بعتبرها كمعادلة عادية خالص. يبقى أنا بقول سين زائد 3 أكبر من 5، أطلع الموجب 3 الطرف الثاني بسالب 3، يعني مصر في المتباينة أقدر أضيف، أطلع دي معناتها بضيف. يبقى الإضافة والحذف لا تغير اتجاه المتباينة. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لما اقول لك الف اكبر من ب، لو اضفت للطرف الايمن جيم مثلا الف زائد جيم واضفت للطرف الايسر، لا يتغير اتجاه
المتباينة. لو طرحت برضو نفس العملية لا تتغير اتجاه المتباينة بالإضافة أو الطرح. يبقى طلع السالب التلاتة بالسالب، يبقى س أكبر من خمسة سالب تلاتة، يعني س أكبر من الاتنين. س أكبر من الاتنين ده أنا كده حليت المتباينة. عايز أمثلها بقى على خط الأعداد، لازم تمثلها لو كده على خط الأعداد. بحط الاتنين، أدي الاتنين، الاتنين في يساوي، لا يبقى دايرة مفتوحة. أكبر ولا أصغر؟ س أكبر، يبقى أنا بحط الأكبر هنا. يبقى دي إيه؟ رسم المتباينة على خط الأعداد. تقول له مجموعة الحل واكتب الفترة بتاعت الفترة، أصغر عدد 2 وما لا نهاية، مفتوحة عند ما لا نهاية ومفتوحة من عند الاتنين لأنها مفتوحة هنا، مفيش يساوي. يبقى دي مجموعة الحل للمتباينة، مجموعة الحل للمتباينة. طيب خلينا ناخد مثال آخر، خلينا ناخد مثال آخر. ما يجي يقول لي مثلا على سبيل المثال 2 س سالب 3 أكبر من 3، عايز أحل المتباينة دي، يبقى أنا أعتبرها كمعادلة. يبقى 2 س الثلاثة دي هتطلع بالموجب، يبقى أكبر من 3 و3 يدينا 6. هنا السين مش لوحدها، بقسم على الاتنين. طيب القسمة بقى، نجي للقسمة والضرب في المتباينات. لما أقول لك ألف أكبر من الب، لما تيجي تقول لي ألف جيم أتصبح هي أكبر من باء جيم، أنا ضربت في الجيم، لازم الجيم يكون أكبر من الصفر. طيب لو الجيم أكبر من الصفر لا تتغير اتجاه المتباينة في الضرب أو القسم. طيب لو الجيم أقل من الصفر، يبقى الألف جيم هتصبح أقل من الب جيم، يبقى الجيم أقل من الصفر. يبقى لو ضربت في عدد سالب يتغير اتجاه المتباينة، لو قسمت على عدد سالب تتغير اتجاه المتباينة، لو ضربت في عدد موجب لا تتغير، لو قسمت على عدد موجب لا تتغير. هنا هقسم على الاتنين، الاتنين عدد موجب يبقى لا تتغير اتجاه المتباينة، هقسم على الاتنين هنا يصبح س أكبر من 6 على الاتنين، يبقى يدينا كام؟ 3. يبقى أنا السين هتساوي 6 على الاتنين، اللي بره على اللي مضروب في السين. س أكبر من 3 عايز أمثلها على خط الأعداد، أدي التلاتة، السين معانا، التلاتة معانا، لا يبقى دايرة مفتوحة أكبر من اتجاه اليمين. يبقى دي بنسميها تمثيل المتباينة على خط الأعداد. عايز أكتبها على هيئة فترة، يبقى مجموعة الحل هتساوي التلاتة وما لا نهاية مفتوحة مفتوحة. واضحة النقطة دي؟ طيب آخر جزئية بقى، لو عندي ثلاث أطراف في المتباينة، يعني مثلا ما يقول لي 2 س سالب 3 أكبر من الواحد، أكبر من يبقى العدد الأصغر هنا، وأقل من مثلا إيه، وأقل من إيه، وأقل من التلاتة. لما أجي أحل ديت أنا ببدأ في المنتصف، كأني عندي متباينة جهة اليمين ومتباينة جهة اليسار. التلاتة ديت ما تقوليش أطلعها يمين، لا بطلعها يمين وأطلعها جهة اليسار، يبقى أطلعها جهة اليمين وجهة اليسار. لما أطلعها يبقى اتبقى في النص 2 س أكبر من سالب 3 هتطلع هنا بالموجب، يبقى موجب 3 و1 يبقى 4، وهنا اقل هنا 3 و3 هتصبح 6. هنا اقسم على عدد موجب، اقسم على الاثنين، يبقى اقسم دي على الاثنين واقسم دي على الاثنين، هنا هتصبح س، يبقى س اكبر من الاثنين واقل من الايه؟ واقل من التلاتة. 6 على الاثنين فيها التلاتة. يبقى انا عندي ايه الفتره بتاعتي دي؟ عباره عن ايه؟ امثلها على خط الاعداد، ادي الاثنين مفتوحة وآدي التلاتة دايرة مفتوحة، والمنطقة اللي بينهما، المنطقة اللي بينهما. يبقى مجموعة الحل تساوي فترة مفتوحة تبقى 2 و3، ببدأ بالصغير، مفتوح مفتوح. واضحة دي؟ يبقى أنا هنا الملاحظات المهمة، لما يكون عندي متباينة ثلاث أطراف يبقى أنا بطلع في الجهتين، جهة اليمين وجهة، كأن دي متباينة مستقلة ودي متباينة مستقلة. النقطة الثانية، لما يقول لي الألف أكبر من الباء، جمعت أو طرحت، يبقى ألف زائد أو ناقص الجيم أكبر من الباء زائد أو ناقص الجيم. لو ضرب يبقى ألف في الجيم هتبقى أكبر من الباء في الجيم، لو الجيم أكبر من الصفر هتبقى ألف جيم أقل من ب جيم، لو الجيم أقل من الصفر، بيغير اتجاه المتباينة. لو ضربت الجيم دي ممكن تكون عدد صحيح أو عدد نسبي، نسبي يعني أنا بقسم على الجيم.
واضحة كده المتباينات الدرجة الأولى. النقطة الأخيرة وهي الجذور، الجذر التربيعي. الجذر التربيعي بكتبه مثلا، يقول لي الجذر التربيعي ألف، دليل الجذر في التربيع لا يكتب. بعد كده بيكتب بقى، لما أقول الجذر الثالث الجذر التكعيبي بكتب ثلاثة، الجذر الرباعي بكتب أربعة وهكذا. إنما الجذر التربيعي لا يكتب وبنعتبره الجذر التربيعي على طول. يعني إيه جذر التربيعي الألف؟ لما أقول لك الجذر التربيعي لـ 16، العدد اللي يضرب في نفسه يدينا 16 يبقى 4. الجذر التربيعي لـ 25 هيساوي 5، محدش يقول لي زائد أو ناقص 5، لا أنا بجيب الجذر الموجب. بجيب الجذر، لما يقول لي سالب الجذر التربيعي ال 25، السالب ينزل والجذر التربيعي ال 25 موجب 5 هتبقى العدد سالب 5. عادي ممكن احط سالب قدام الجذر، انما الغير عادي ان انا اقول له الجذر التربيعي السالب 25 دي ايه؟ لا ينتمي الى ح، لا يوجد جذر بالسالب في ح. لذلك حل المعادله س تربيع تساوي الف، دي معناتها ايه؟ معناتها ان السين بيساوي زائد او ناقص الجذر التربيعي الالف. لازم الالف دي تكون اكبر من او تساوي الصفر. لازم الالف تحت الجذر تكون اكبر من او تساوي الصفر عشان المعادلة يكون لها حل في ايه؟ يكون لها حل في ح. واضحة الجذر التربيعي كده؟ بخلينا ناخد شوية حاجات على الجذور التربيعي. لما أقول لك الجذر التربيعي لألف في الجذر التربيعي الب، ممكن أعملها الجذر التربيعي الألف ب كده أو كده. طبعا خلينا احنا دايما بنقول ايه؟ ان الاتجاه بتاع ده يرجع عادي. يعني لما أقول له الجذر التربيعي الألف ب، ده بيساوي جذر ألف في الجذر ب. طيب الجذر التربيعي الالف زائد الب، طبعا محد لا يساوي جذر الف زائد جذر ب اطلاقا. اللي بيعمل كده يبقى غلطان خالص. لذلك لما اقول لك الجذر التربيعي 9 زائد 16، محدش يقول لي 3 زائد 4، لا، يبقى الجذر التربيعي ال 25 هيساوي كام؟ هيساوي الخمسة. طيب الجذر التكعيبي بقى، هل ممكن جذر سالب؟ ايوه، جذر التكعيبي السالب 8 يدينا سالب 2. المرفوض ان يكون الجذر هنا دليل الجذر زوجي ويكون تحت الجذر سالب، مرفوض. انما الجذر دليل الجذر فردي، ممكن يكون تحت الجذر ايه؟ تحت الجذر عدد ايه؟ عدد سالب. ايضا كان عندي القاعدة، ايه القاعدة المهمة هنا؟ لما يقول لي الجذر النوني لألف أس ميم، الجذر النوني لألف أس ميم ده بيساوي ايه؟ بيساوي ألف في الأس فوق والدليل الجذر تحت، يبقى ألف أس ميم على النون. ألف أس ميم على النون، بقسم من جوه لبره، بقسم من جوه لبره عشان ما تتلخبطش، يعني تقول أنا بقسم على إيه. يبقى أنا مثلا بقول لك الجذر الرابع أو الجذر التربيعي لألف أس 4، ده هيساوي إيه؟ هيساوي ألف أس 4 على الاتنين هيساوي ألف تربيع. هيساوي ألف تربيع. لما أقول لك مثلا الجذر التربيعي الألف تربيع، ده يساوي إيه؟ ألف أس 2 على 2، يعني هيدينا ألف أس 1، يعني الألف. لذلك بنقول التربيع بيطير الجذر، التكعيب بيطير الجذر التكعيبي، الأس 4 بيطير الجذر الرابع، وهكذا بالنسبة للجذور. خلاص كده؟ يبقى دي بعض الحاجات المهمة جدا، أنا شايف إن هي محاضرة في منتهى الأهمية، ممكن تعيدها مرة واثنين وثلاثة بحيث إن أنت إيه؟ إن أنت تستوعب الموضوع. أتمنى لكم التوفيق والتفوق، أشوفكم إن شاء الله في الدرس القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.